بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما زلنا في مسائل الرضاع، ما هي القاعدة النبوية في هذه المسألة في مسائل الرضاع؟ عندك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن الرضيع الذي رضع من المرأة كأنها ولدته هو فقط، أما إخوانه وأخواته فلا يدخلون في التحريم، ما يدخل في التحريم إلا الرضيع وأولاده. وأما من جهة المرضعة فكلهم أقاربه كما لو ولدته تماما. مسألة: إذا رضع من المرأة رضاعات، قال المؤلف عفى الله تعالى عنه: مسألة إذا رضع من المرأة رضاعات متفرقة غير مشبعة هل تحرم؟ الجواب نعم، ولو تفرقت، اليوم رضع منها قليلا وبعد أسبوع رضعة ثانية وبعده رضعة ثالثة، إذا استوفيت 5 رضعات منها صارت أما له، ولا يشترط أن تكون مشبعة. مسألة: ما حكم جمع الحليب بأجهزة في كوب؟ هل يحرم؟ يعني أنه يشفط من الثدي إلى كوب. الجواب: هذا يحرم، هذا يحرم. هل يحرم؟ هل يحرم؟ الجواب: هذا يحرم، سواء شرب مباشرة من الثدي أو بواسطة أو من الكوب أو الإناء. الجواب: هذا يحرم، ولا يشترط التقام الثدي، فالعبرة باللبن فهو الذي يحرم. مسألة: ما حكم الإرضاع بدون إذن الزوج؟ الجواب: اللبن هو لبنها ولبن زوجها، وهو المتسبب في إيجاد اللبن، فلا ترضع إلا بإذنه. فإن أرضعت بغير إذنه، فإن أرضعت بغير إذنه يخشى عليها من الإثم. أما عند الضرورة كأن يخشى على الولد من الموت أو ما أشبه ذلك، ولو لم يأذن فلا بأس، عند الضرورة لا بأس، وبدون الضرورة لا بد من إذن الزوج، لأنه مشارك في اللبن، ولأنه سينسب الولد إليه، نعم سيصير أبا له من الرضاعة. أما بدون ضرورة فلا ترضع إلا بإذنه، فهو المتسبب باللبن، واللبن لبنه، وقد لا يحب أن يكون ولده أو يكون أولاده مداخلين لأسرة معينة، أو قد لا يحب أن يكون ولده أو أن يكون أولاده مداخلين لأسرة معينة، يعني ما يحب أيضا أن يداخل أولاده تلك الأسرة، أو لا يحب أن يكون أولاده، أو لا يحب أن يكون أولاده مداخلين لأسرة معينة، فلا بد من إثنه. مسألة: حكم تفرق 5 رضعات بين امرأتين لرجل واحد. وصورتها: إذا رضع من امرأتين لرجل واحد، رضع من إحداهن 2 ومن الأخرى 3، فهل تحرم؟ الجواب: 5 رضعات تحرم، وهذا فرق بينها، فالرجل يصير أباه من الرضاعة، وأما النساء فلا يصرن أمهات له على الصحيح. على الصحيح إشارة إلى وجود من يخالف، تعلمون أنه يوجد من لا يشترط العدد، يقول كل رضاع يحرم ولو كان قليلا، من أهل العلم من لا يشترط 5 رضعات ويقول كل رضاع يحرم ولو كان قليلا. الجواب: 5 رضعات تحرم،
وهذا فرق بينها، فالرجل يصير أباه من الرضاعة، وأما النساء فلا يصرن أمهات له على الصحيح، لأنه لم يرضع من واحدة منهما رضاعات محرمة. قد اختلف العلماء في قدر الرضاعات المحرمة، وسيأتي معنا في باب الرضاع. الصحيح أن الخمس هي التي تحرم، وعلى هذا فالأب اللبن لبنه، اجتمعت خمس رضعات فيكون أباه من الرضاعة، والنساء لا يكن أمهات له ولكنهن محارم له، لأنهن صرن زوجات أبيه من الرضاعة، وأولادهن من هذا الرجل يكونون له إخوانا من أبيه، لأنه اجتمعت خمس رضعات واللبن لبن الأب، فيصير الأولاد من كلا المرأتين إخوانه لأبيه من الرضاعة، وكذلك البنات من ذلك الرجل أخواته من الرضاعة. أما إذا كانت المرأة معها بنت من رجل آخر فلا يصير محرما لها. واضح هذا، لأن اللبن من امرأتين من زوجتين لهذا الرجل، اجتمعت خمس رضعات فصار الزوج أباه من الرضاعة، وأما النساء فليست واحدة منهن أمه بسبب أنها ما استوفت الرضعات. مسألة حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. العطف على ماذا؟ والجمع عندك على المحرمات من النساء التي يحرم النكاح بهن. قال الشارع عفى الله عنه: فإذا تزوج رجل بامرأة فلا يجوز له أن يجمع بين امرأته وعمتها أو خالتها. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فتشمل العمة القريبة والعمة البعيدة، فالعمة القريبة أخت أبيها، والعمة البعيدة أخت جدها، وفي العرف يسمونها جدة هي عمة. مسألة: إذا جمع بين زوجته وعمتها أو خالتها وبعد أيام عرف ذلك، الجواب: يفارق الثانية بدون طلاق ولا يحتاج إليه، إذا يحتاج إلى طلاق، لأن العقد عليها باطل من أصله، وهذا مجمع عليه بين العلماء. مسألة: ما حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاعة؟ الجواب: الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاعة كذلك يحرم على الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وعليه أكثر العلماء. خالف في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن القيم، فقال: التحريم بسبب الجمع وليس بسبب النسب. الصحيح أنه مجموع الأمرين. قال بعضهم: يجوز أن يجمع لأن التحريم حصل بالجمع وليس بالنسب. والجواب عن ذلك أنه حصل باجتماع الأمرين، الاجتماع مع النسب، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهي من محارم زوجة أبيه من الرضاع، زوجة أبيه من الرضاع هي محرم، لكن ليست أما، ليست أمه من الرضاع، ولكنها من محارمه لأنها زوجة أبيه من الرضاع، زوجة أبيه من الرضاع تحريم أبدي. فلا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يشمل الأب من النسب والأب من الرضاع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.